استهواها التقديم التلفزيوني وخطفها المسرح والدراما، وبالرغم أنها لا تزال طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنها وضعت لنفسها اسماً بين نجمات جيلها. ما عبد الله، الفنانة الأكاديمية نور الغندور. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير للفنانة نور الغندور، نورتينا. شكرا. نور، بديتي كمذيعة في إحدى القنوات، نجحتي في التقديم؟ يس. ليش ما كملتي؟ ما عندنا برامج في الكويت، ما في برامج، يعني شنو أقعد أسوي؟ مثلا أطلع برنامج أجيب فنانين أسألهم نفس الأسئلة اللي فلان يسألهم إياها؟ إذا ما في برامج، ما عندنا برامج مسابقات. شنو أنواع البرامج اللي تستهوي اليوم نور؟ مثلا شيء يعني أنا أقدر أفيد فيه المتابع غير الأسئلة الموجهة حق الفنانين، برنامج مسابقات، هالمسابقات تكون حلوة أخلي الناس تشارك صج عشان أعطي هدايا صج، مو أي شيء. يعني اليوم لو يعرض عليك برنامج تلفزيوني توافقين؟ اي. زين نور، تجيدين اللهجة الكويتية؟ صار لي ساعة أرطن كويتي. شنو؟ شنو يعني ششمة؟ ها؟ ما تعرفين معنى ششمة؟ لا. أنت تعرف معناها؟ ششمة معروفة. شنو يعني؟ نظارات. صج؟ اسمها بالكويتي قبل ششمة. ششمة. أوكي. لو عرض عليك عمل يمثل حقبة كويتية قديمة، ممكن تشاركين فيه؟ إيه، بس راح أحتاج وقت عشان أتدرب على الحقبة الزمنية القديمة، لأن أول شيء أنا مو كويتية، ثاني شيء أنا قاعدة أمثل الزمن القديم، فيا أمثله بشكل حلو ومثل ما كان بحلاوته القديمة، يا إنه ما له داعي أطلع. مسلسل حياة ثانية، العمل أكيد مع الفنانة الكبيرة هدى حسين، أول تجربة لك وياها؟ إيه. شلون شفتي العمل؟ أجمل تجربة، ترى أنا كنت فانس حق هدى حسين. اي والله، انا اول مره اقول، يمكن هي ما تدري بعد. شلون شفت التعامل معها؟ ما ادري، يعني صارت ام، رفيجه، صديقه، اخت، كل شيء كل شيء، يعني جد فظيعه. يمكن مع مسلسل حياه ثانيه انتشر مقطع فيديو للطيحه اللي صارت في المسلسل، وايد ناس قالوا تمثيل، كان صدق. شنو كان تمثيل؟ ظهري انكسر. لا نو واي، كانت صجيه 100% صجيه. يعني ما خفتي ان ممكن مثل هالطيحه تاثر مستقبلا عليك؟ لا، انا ممثله مسرح، ما تأثر. يعني عارفة شلون الترك اللي يكون فيها قصدك ولا شنو؟ اي. الطيحة جت بالصدفة، تعورت، ما اقول لك ما تعورت، يعني انا مو سوبرمان. إيه؟ تعورت، بس يعني كانت بسيطة. الفن يستاهل هالشيء. الفنان شمعة تحترق لأجل المشاهدين. الله. وينك نور عن الدراما المصرية؟ أنا انعرض علي مرتين وما ضحيت بدراستي عشان عمل بمصر، لأن أنا دائماً عندي ثقة أن يعني اللي جاي أحسن، مو مشكلة أخلص دراستي وبعدين إذا لي نصيب أن أنا أشتغل بمصر راح أشتغل. نور، من تشوفين أنجح فنانة مصرية مثلت في الخليج؟ أنجح فنانة مصرية مثلت في الخليج؟ هبة الدري. أنت وين تشوفين نفسك في الوسط؟ ما أدري أنت وين تشوفني، يعني شو تحس؟ أنت شو تقيم نفسك؟ أقيم نفسي نجمة. اليوم أنت نجمة بالوسط. Of course. المنتجين يطلبون اسم نور الغندور بالاسم. كم ما شفتني كل سنة بالتلفزيون. وكل سنة ترفعين أجرك؟ لا، لما أشوف إن أنا فعلًا أستحق إن أنا أرفع أجري المادي أرفعه. إيش كذا رفعتي أجرك من بدايتي إلى اليوم؟ مش هقول لك عشان ما تحسبنيش. أعطيك على الخشب بس مو موجود. ما فيش خشب. اليوم بالوسط الفني، منو صديقات نور الغندور؟ ما عندي صديق نهائيا. ضد صداقات بالوسط الفني؟ ليش؟ مبنية على مصلحة. مع انه يمكن اللي تابعنا يستغرب، اليوم كانت صداقة مع الفنانة روان مهدي. لا، روان كانت زميلتي بالمعهد ولليوم احنا رفيجات، يعني بس ما يعني صداقة الوسط ما يصير تكون صداقة كذي، ما أقدر. بس المتابع لكم في الانستغرام يشوف صوركم نشغل. إيه يعني أنا ليش هبة الدري مو رفيجتي؟ ليلى عبد الله، أسيل عمران، كل هذول رفيجاتي، بس مو رفيجاتي خارج إطار الفن، ما أقدر. عيل، في عداوات في الوسط الفني؟ أكيد. منو اليوم يعادي نور؟ ما حد. حيش قلتي أكيد؟ أكيد في عداوات بالوسط الفني بس مو معاي. في غيره؟
أكيد طبعاً. أما عاد في أحد يغار اليوم منه؟ خلي اللي غار يغار، شو أسوي؟ لو كنتي منتجة وحارض عليك مجموعة من الأسماء ترتبينهم في كادر المسلسل، إلهام فضالة، زهرة عرفات، وثينة غيسي. يعني كل واحدة لها مكانها، بس أنا أنت قلت لو أنا منتجة زهرة عرفات، إلهام فضالة، وثينة غيسي. لمياء طارق، عبير أحمد، هبة الدري. عبير أحمد، هبة الدري، لمياء. أسيل عمران، شجون، نور الغندور. شجون، نور الغندور، أسيل عمران. اسمك قبل أسيل عمران مع هبة الدري في مسلسل حياة ثانية، نجوميتك أكثر من أسيل عمران؟ أي يعني أنا أشوف أن لو نجوميتي مو أكثر كان القناة ما فرضوا أن اسمي يكون قبل. كنت راح تزعلين نور إذا حطوا اسم أسيل قبلك؟ ما تهتمين حق الأسامي؟ لا مو ما أهتم، إذا القناة شايفة ان اسيل عمران انجم من نور غندور اوكي لهم الحق انهم يحطونه اذا كان فعلا كلامهم صحيح. بس هي بدت قبلك بالمجال الفني. هو مو اللي يبدي قبل، اللي ينجح اول. دور اوافق عليه قبل قراءتي للنص يكون للكاتب فهد العليوة ام هبة حمادة؟ فهد العليوة. واكيد اجذبني اكثر بتمثيلها صمود ام هنادي الكندري؟ اثنينهم تمثيلهم وايد حلو، بس بالنسبة لي الأقرب يعني صمود. فنانة تنافسني، فرح صراف أم مروان مهدي؟ ولا واحدة. من ينافسك اليوم؟ من ينافسني؟ أنت قول لي من ينافسني. فرح صراف أم ليلى عبد الله؟ ولا واحدة. ليلى عبد الله أم هنادي الكندري؟ ممكن هنادي الكندري. لو عرض علي عمل مع أحدهم أشارك بدون تردد، عادل إمام أم الباتشينو؟ أثنينهم. أثنينهم. أو ماي جاد، ليجندز هذيل، أساطير، شو تسولف؟ واحد منهم. الباتشينو. توقعين اختارك الباتشينو؟ إنجلش مالي زين وايد. إذا جت لي الفرصة إن أنا مثلا بيوم من الأيام أكون بهوليوود وشافني الباتشينو ليش لا؟ نور الغندور جاهزة لرد على الاتهامات؟ بإذن الله. نور الغندور، أنت متهمة برفع أجرك في كل عمل جديد اشتغلت فيه. حقي. صحيح هالشيء. أي. أنت لما تنجح ما تبي ترفع من أجرك؟ ما تبي الناس تقدرك زيادة؟ وهذا مجالنا يعني بالتمثيل، شلون بيقدرك؟ بيعزمك على العشاء؟ اكيد لا. اذا سويت شيء يستحق ان انت ترفع اجرك واي نو ارفعه. نور الغندور، انت متهمه باقناع روان مهدي بعدم المشاركه بمسلسل جود على حساب بقائها معاك في مسلسل بين قلبي. شنو؟ اقنعت الفنانه روان مهدي؟ لا مو شنو، ما شنو يعني شلون؟ أنا أصلاً ما أدري إنه كان معروض عليها مسلسل جود أثناء فترة تصوير مسلسل بين قلبين. بعدين روان أبدعت في بين قلبين، يعني ما طافها شيء بجود، سوت شيء حلو بين قلبين بالعكس. يعني الدور اللي كان الفنانة فوز الشطي لو كانت مخذته روان ما راح تقدم فيه أي شيء؟ فوز أدته بشكل حلو، وروان سوت دور وايد حلو بين قلبين، يعني ما أعتقد إن هي تحسفت لما شافت جود وان هي مو موجوده، بالعكس دورها كان وايد حلو كبدايه لها، دورها كان وايد حلو بين قلبي. فانت اللي قنعتيها انها تظل في بين قلبي؟ لا قلت لك ما كنت ادري ان هي معروض عليها جود. اسئلتك نرفز. انت متهمه بفبركه خبر العروض المقدمه لك للتمثيل بأعمال كبيرة في جمهورية مصر. وليش أسوي هالبروباغاندا؟ عشان أشتغل يعني هناك؟ وليش ما شاركتي بهالأعمال؟ قلت لك كانت عندي جامعة، ما راح أستغني عن دراستي عشان عمل بمصر ولا عمل بأي دنيا. بس قاعد تشتغلين بالكويت وهم عندك جامعة. لأن جامعتي بالكويت. مع أنك أثناء الإجازات تكونين في مصر فترة طويلة، ممكن تشاركين في أعمال. إجازة الصيف
اللي اكون فيها بمصر ما يكون في شغل بمصر، يكونون مخلصين ماخذين اجازه حالهم حالنا هني. فتم عرض عليك اعمال كبيره للمشاركه في مصر. اعمال بمصر بس ما قلت لك اعمال كبيره، يعني ما نعرض علي مسلسل مع عادل امام ورفض. لا. مع منو كانت الاعمال؟ ايش تبي؟ يعني ما كانت تستاهل ان تشاركين فيها؟ لا اكيد تستاهل، بس انا دراستي عندي اهم من اي شيء ثاني يعني لاحقه. هذا كان رد نور الغندور على الاتهامات، مشكوره نور. نشوفكم في حلقه قادمه، فمعلا. اخذكم الفنانه نور الغندور، اقر واعترف بكل كلمه قلتها مع عبد الله.